شرينا من يبيع من يبيع عندي حنا لك شرينا. زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. الله يا الله يا الله، مية يوم مية يوم وأكثر من غير زد فرصته. كم أسبوعين؟ يعني تقريبا مية يوم وخمسة عشر يوم، راحت سريعة جدا. أذكر أول لحظة، أول موقف كان هنا. يا الله يا الله، هذه البدايات كانت في زد فرصتك هنا في الهنجر هذا. يا سرعك يا الدنيا، مية يوم وخمسة عشر، مية وخمسة عشر يوم راحت بهالسرع، والله غمضة عين. يا الله عفوك يا رب. خليني بس أذكر أول موقف أول موقف حصل، كنت داخل من هنا أرحب من أرحب عبد الله بن دفنة ومحمد الذهلي. طيب وشون صار ترحيبي لعبد الله بن دفنة؟ يا الله يا لحظات السريعة. دخلنا مع الباب، بعدين والله العظيم ضربني الباب بوجهي، سكر عليه عبد الله بن دفنة الله يصلح. فدخلنا مرحبا مرحبا يا هلا ومسهلا حي الله اخواننا بالامارات. طبعا انا ما عارفه هو مسوي الرسمي وبلشين به ومسوي اني انا الضيف الثقيل اللي من الامارات فبنشتبه، لكن جالس انا ارحبه. فأنا اتكلم ومتحمس علشان اعطيه يعني ذيك المشاعر، مرحبا حي الله بن دفنة كيف حالك عساك طيب؟ قال هو يا اخي عطني فرصه خلني اتكلم. الله يا عبد الله يا عبد الله، ما يصلح كذا يا عبد الله، تونا متحمسين لك تقول عطنا فرصه. طيب طيب وش كان في موقف غيره في زد فرصتك؟ وش كان وش كان وش كان وش كان وش كان؟ ايوه ايوه اي هنا بعد، هنا ايضا كان في سؤال، السؤال كان يقول وش اللي ما تقام في صلاه الجمعه اعتقد او كذا، سؤال قريب من هالسؤال. فكان جاني عبد المجيد الفوزان وقال لي يا عبد الرحمن اعتقد ان الجواب يوم عرفه، اللي قال لك إيه صلاه الجمعه تكون في سريه او جهريه عفوا صلاه الظهر. فقال لي اعتقد الجواب يوم عرفه. قلت انا لا يا ابن الحلال، يوم عرفه نفس السفر يعني ما في فرق. فسكت وما جاوب. حلو يا حليلك يا ابو فوزة، والله العظيم انك كفو. المهم جابوا السؤال وانتظر احد يجاوب، ما احد جاوب. وش سووا؟ قالوا الجواب هو يوم عرفه. قلنا صرح حرف الجواب يوم عرفه. طلع عبد المجيد لا انا قال يوم عرفه وما ادري ايش. يا الله يا عبد المجيد يا الله. المهم قال عبد المجيد شو اسمه، انا قال جواب. طلعت انا قلت يا جماعه براء للذمه، عز الله ان الرجال قاله ويستاهل الدرجات. حشرني ناصر الحربي وش قال؟ قال طيب يا عبد الرحمن انا انصحك بانك نكبت خويك، اعطها الدرجات. هو اعطى الدرجات من عبد المجيد الفوزان. او تونا لنا يومين نجمع درجات يا ناصر، متحمسين وعلى طول اعطي الدرجات. فانا قلت ايش؟ قلت يستاهل، ابد والله يستاهل الدرجات. وعبد المجيد قال لا 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 والله ما تاخذ، اخذها يا ابو ملفي. ومسك كذا، انا جازت لي امسك كذا، فقلت ايه امسك امسك يستاهل يستاهل. يا سلام يا عبد المجيد. هذا موقف الثاني مع عبد المجيد الفوزان. الموقف الاول مع بن دفنه في الترحيب، الثاني مع الفوزان، الثالث الثالث، والصار الثالث 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 الثالث. اي بعد ما قلت المشروع، المشروع سالفه ثانيه بقول له باخر شيء، خل المشروع الحين. بعد ما قلت المشروع وخلصت من المشروع ومتحمس بالمشروع وكانت الحركه كذا ويا سلام عليك، اخر شيء طلعت بالمشروع انتهيت. وين رحت؟ مباشرة توجهت إلى هنا بالمكان هذا بالضبط وجلست. فجأة وأنا جالس هلا والله ومرحبا، والله أني تو أقول اسمك، تو أجيب اسمك، حي الله الغالي، مرحبا مسهلا هلا هلا كيف حالك؟ سلم عليك. انت تدري سلم مع من؟ يعني انا بغريب علي من دفنة جاي جديد صار مع نفسي. تدري شو اسوي؟ يا ولد يوم دخلت القريه من البارح اي الدنيا متغيره علي يا اخي، الانوار والامور ذي متغيره علي. فجلست اتذكر اتذكر اي، فاقوى شيء تذكرت تدري ايش؟ زد فرصتك. فتذكرت الموقف الاول على طول، ابعيد لك مع اني والله انك ما تستاهل، لكن ابعيدك. الموقف الاول يا طول العمر تدري ايش؟
دخولي اول دخول لي في زد فرصتك مع من؟ اي والله معك كثير دخلت. هلا هلا مرحب بندفنا يا هلا ومسهلا حي الله الغالي من الامارات وما ادري ايش يا ابن حلال عطني فرصه خليني اتكلم. يا نانا بمليسك الله يهديك الحين اول يوم المفروض تجامل وتراعي مشاعر وانت تنسب جبهه خويك. تدري وش المشكله؟ اعطوني مايك. ما معي مايك كالعاده. روح روح الله يا عبد الله عز الله اني مشتاق. اسلم اسلم تعال انتظرك يا عبد الله. يا الله يا الله يا الله الذكريات يا الله الذكريات 115 يوم. اوه والله ما يقدرها الا انسان عنده المشاعر طاغيه. لا لا دقيقه بتذكر المواقف هنا ثم نروح ندور المواقف الثانيه هناك ندور انا وياك يلا دام ما في احد. خلنا بنكمل خلنا بالهنجر دام البدايه في زد فرصتك ثم نطلع برا. يلا حبيبي ليش قلت لي كذا يا عبد الله؟ تدري ايش اتذكره؟ اذكر قاعدتنا هني يوم نضحك انا وانت وفارس واقف احلى فارس. يوم عصف فارس علينا اتذكر. الله يذكره. انت كنت تطقطق وانا كنت اجامل بعدين اضحك غصب وانت تطقطق وانت ايش كنت تقول؟ يوم عصب علينا ايش كنت تقول؟ والله ما اتذكر بس كان اذكر عصب ايش قال؟ قال قال جزمتك في مخك. وقعد يتاسف وراها يوم كامل مستحي مني لانه قال لي كذا. اي انت كنت في الامارات كنا نستحي منك مسويين ثقل نقول الرجال ذا ما هو بسيط جاي من الامارات واخرته ما عندك احد. انا شفت تذكرت موقف معك. تدري وش غلطتي الوحيده؟ اني اعطيتكم وجه. هذه غلطتي الوحيده. تدري وش غلطتنا الوحيده؟ والله كنت رسمي. انا اعطيناك اكبر من قدرك. والله انا مشتاق للنصف الجبهات والله انا مشتاق لدرجه اني ودي لاخر البث معك خليني بس انسب وانت انسب. انت جاي ويجي يكملها شو اسمه من معنى بعد النصف فارس الفزان ويضبط مساعد 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 والله مشتاقين لهم. لا مساعد الحين يصلح لك لان لا عليك خصم ولا عليك خصم. مساعد رهيب مساعد مساعد رهيب مساعد كف الذان مساعد. اي والله اسلم تعال بنعطيك هديه. خلني بتذكر بالله. طيب تذكرت تدري موقف ايش؟ موقف الفوزان. ايه يوم جابوا السؤال قال الصلاه السريه وجاكم متحمس وقال عبد الرحمن انا اتوقع الجواب عرفه يوم عرفه الجمعه اللي تكون فيها السنه. قلت لا مثلها مثل السفر فسكت هو المسكين حليلك عبد المجيد. طلع عرفه طلع الجواب عرفه طلع ناصر الحربي قال عرفه طلع عبد المجيد قال والله اني بقول كذا. قلت والله براء للذمه انه قال كذا والمفروض ياخذ درجه. قال ناصر الحربي طيب يا عبد الرحمن بما انك متبرع لاخويك اعطى درجاتك. اليوم بلشت انا متحمس الدرجات قلت والله يستاهل ابى اقول يستاهل عبد المجيد حط يدينه. قلت هو فرصة عبد المجيد حط يديني كمل كمل استاهل. أهم شيء إني ما رده. وتذكرت النوم؟ لا تذكرت شيء ثاني. تذكرت يوم أن أول الشباب اللي كل واحد برصيد وكل واحد عنده رصيد ونقول له هذا شكل اللي بياخذ الأول. نصهم طلعوا نصهم على الرصيد طلعوا برايم ولا واحد إلا اثنين اللي من على الرصيد. طيب بذكركم بشيء